ده مخ الضابط. بعد الحادثه حصل تلف في المنطقه دي، علشان يعيش كان لازم ننقله الجزء ده من حد تاني. لحسن حظه طبعا ان اللي جه معاه في الحادثه وتوفى كان جسمه بايظ خالص، بس كان لسه مخه سليم. سيادتك خدتي الجزء ده من مين؟ من اللي جه معاه في الحادثه. الليفي الحقيقه يا دكتور، المريض اللي عملت له عمليه فاق ومبهدل الدنيا. انا الليفي وعم لكم الحاصل لكن لك تتصنع. انت حاسس بايه؟ اهدى بس، حاسس بايه؟ انا حاسس بخرم في دماغي. مين ده يا دكتوره؟ انا الليمب. مش عارفه انت واخد بنجي نام جمل. البنجي ما بيأثرش فيا. طبعا انت نقلتي له مخ من كيف جاز. انا نقل الحاجة ده منين؟ ها؟ الشكل ده مش غريب عليا. كهربت المخ زي ده جدا. يعني ايه هينور كمان؟ انا بتمنى حظي ده كمان. اوعى. ده مش رياض باشا يا دكتوره. هي انا مش عارفه، انا اول مره تمر عليا حاله كده. بقول انا اللب انا اللب. طب ايه ده؟ هزعل بماما هتبص كده حاجه. من قبل ما تبص. اه اسمعني. رياض باشا فين؟ من ساعة البوم في بعضه ما عرفش. انا فاكره لقيت نفسي هنا. انت مش عارفني؟ انا اللمبي. لما اخر حاجة اخليك تشاهد معانا حاجة اذا كنت كمان. والله العظيم اقول الحق، انا اخر حاجة عملتها معك نظفت الكلينيهات. الكلينيهات الكلينيهات يا عم انت. انت مش عارفني؟ ده انت جيت لي في وقتك. الله يخليك. اتفضل يا دكتور. اتفضلي. اروح اتفضل شوف جوزك عايز حاجه ولا انا له كوبايه لمونو. ايه هو حضرتك مش واخده بالك من العمليه اللي عملتيها ولا ايه يا دكتوره؟ والله العمليه نجحت، واظن انت شفت مامور السجن بتاعك وهو فايق وبيتكلم. اللي فاق السجين الهربان مش المامور بتاعنا يا دكتوره. احنا مهمتنا انقاذ المريض، سجين بقى مامور سجن. الفروق دي مش عندنا، انا شخصيا ما درستهاش في الطب. الحكايه مش بالسهوله بتتكلم بيها دي يا دكتوره. انت عملتي جريمه هتوديكي في 60 داهيه. انت مجنون؟ اه مجنون. انت خدتي موافقه حد قبل العمليه؟ خدتي موافقه اهل الميت؟ خدتي موافقه اهل رياض باشا؟ والله انقاذ حياه الناس مفيش فيه استئذان. انت بتجربي في دماغ الناس يا دكتوره، ادي لوحدها نقابيا توقفك عن العمل. اخر المتاجره في الاعضاء. محصلش. حليني على ما تثبتي العكس، تكون سمعتك بقت في الحضيض. وهو الدكتور يا دكتوره غير سمعه. للاسف يا دكتوره انت انتهيتي، ومن مصلحتك محدش يعرف حاجه عن اللي حصل ده، وانا من ناحيتي مش هجيب سيره لحد عشان انا راجل جدع. وانت دكتوره برضو ليك اسمك ومركزك وسمعتك ومش وش بهدله. ولا انت وش بهدله؟ الاسم لمبي عبد الله احمد، 24 قضيه سرقه لعمه فقط. الحاله الاجتماعيه اعزب ويقيم بشقه احد اصدقائه بالسيده زينب. يا الواد ده مقطوع من شجره وملوش متوى. فرصتك يا ادهم. شايفه طارت كده؟ انا اللي حاسس، بس بضرب واحد تاني. مش عارف اتوقف، مش عارف اتوقف. ايه اللي حصل لك انت سهران؟
انا العوض والرد العوض فيك يا لمبي. انت مين يا عم؟ انا كل شويه هتحول ولا ايه؟ عبد الله على السلامه يا فندم. عبد الله على السلامه. انت تجد من مرايه امتى؟ التحيه دي لمين؟ لسعادتك يا رياض باشا. انا مش رياض، انا لمبي. كنت انت قلت مين؟ كنت لما دلوقتي سعادتك رياض باشا بشحمه ولحمه. اه فندم يا عم، هو في حد نادى عليك ولا انت بتخوفنا بزورك؟ انا معروف، انا لسه كنت قدام المرايه في المستشفى دلوقتي جالي دخول في عقلي. انا مين؟ انا مش ناقص تبوس ايدك. عندك حق يا ابني. حاضر. انا شخصيا مش عارف اوصل لك الحكايه دي ازاي. حكايه الموضوع يا ابني. الموضوع ايه؟ حموت ولا ايه؟ يا ريت. بس يا ريت، يا ريت تموت تستريح بدري بدري وتريح كل اللي حواليك. الحكاية يا رياض باشا. انا مش زفت رياض. يا ابني افهم، بعد الحادثة جسمك اتعجن وكان لازم يتعمل لك عملية نقل جسم. جسم؟ نسمع نقل دهنية، نقل خفيف، نقل كلية، انما نقل جسم ازاي؟ ده اللي حصل يا ابني، ده اللي حصل. ما لقيناش الا جسم رياض باشا قدامنا، اضطرينا نحطك جواه. طب هتيجوا تاخدوني امتى؟ نعم بلاش دي، مستغربها قوي دي. يعني اللي بتقوله ده صح؟ بلاش دي، افرض ان انا طاقت في دماغي وحبيت اصحانا، اقلع قدامه ازاي ده؟ ولا يهمك اقلع. اقلع ازاي؟ ده انا مكسوف له، هو اللي هيتعرى مش انا. يا سيدي مالكش دعوه. خلاص انت بقيت هو، هو بقيت انت، يعني انتوا الاثنين واحد. هو سعادتك الضابط اللي عمل العمليه؟ انت بتهزر؟ ده انت عامل كارثه. هي حاجه بسيطه؟ انت فاهم ايه؟ ده من يوم العمليه والدنيا مقلوبه. مجلس الامن مجتمع، الامم المتحده. مجلس الامن؟ امال ايه؟ والامم المتحده؟ الامم المتحده. يعني ايه يعني خرج من المستشفى وهو في الحاله دي؟ ازاي؟ ما حدش شايفه؟ خد 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 تعال تعال تعال. انت بتهرب؟ بتهرب ليه؟ بتجري ليه؟ ايه؟ مرعوب؟ مرعوب ليه؟ انا فكرك ضابط قاعد في العربيه. ضابط وانت حرامي بتجري؟ يا نهار اسود من اولها. معلش. وايه دقنك دي؟ معلش دقنك ليه؟ انت اللي مسلمني الجته كده. جته ايه؟ انت بتبص تحت الرقبه اكتر. مفيش يا سيدي. المهم لازم تفهم ان انت رياض باشا مدير السجن. حاضر، انا رياض باشا مدير السجن ومش بس صح؟ ايوه بس، ماليش دعوه بيا انا. رياض باشا بس. ايوه رياض باشا. انا رياض باشا بس. كده وانت هتفضل واقف في السجن تقول يا رياض باشا بس. لا بس عشان افتكر. بس عشان تفتكر. واذا حد سالني اقول له رياض باشا بس عشان الظابط الزغنطه ده هو اللي قال لي. اللي هو مين بقى؟ اللي هو انت الظابط الزغنطه. انا الظابط الزغنطه. اه على العموم اعمل اللي انت عاوز تعمله، المهم اطمن انا هبقى دايما في ظهرك. قتب يعني ولا ايه ده؟ لا مش قتب، يعني عشان اراقبك، يعني هتلاقيني وراك يا جنبك يعني. لا قلت لك في حته جنبي ورايا عشان ما الف الاقيك ما اضغطش انا بقى. مش مخ انا هنلعب مساكه. يعني عاوز اقول لك اطمن انا هبقى مراقبك عشان ما تغلطش، وانت رياض باشا مدير السجن. فهمت؟ انا رياض باشا مدير السجن. المدير السجن اسمع. لا معلش اركب اركب اركب. لا 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 عندهم عباس حمراء يلبسوا على الخلق كده. اهلا يا مدام. اهلا. يعني ايه رياض يطلع من المستشفى على الشغل؟ والله سعادتك هو بنفسه قال لي وصلني على البيت الاول، مش كده برضه؟ والله قال قلت له وصلني على البيت. من المدزه دي؟ بعدين عموما يا رياض باشا اتفضل روح انت مع المدام وانا حالاتي النهارده في السجن. سجن ايه ومدام مين؟ روح على النوم. مين دي؟ دي مراتك. الله ده نهار اسود. يلا يا رياض. ايوه وصلنا على حدا. ايوه ده نهار انت ما قلتش ان انا متجوز قبل كده. مدام فيحاء. ده مين؟ لا
فيحاء. رياض يلا. أيوة. حاضر يا حاج عبا جاي. طلق خلاص. فيحاء اسمها ايه؟ فيحاء. فيحاء. ده معطر ضاغط. مش اتفضلي يا مدام. رياض من فضلك يلا. رياض انا عارفه ان انت زعلان مني. بس مش معنى كده انك انت تسيب البيت. اه صحيح ممكن اكون غلط. بس ده اسم مزيكا ما يستاهلش كل ده. رياض انت جوزي. وانا اكتر واحده لازم تبقى جنبك بعد العمليه. ده واجبي. انت ساكت كده ليه؟ هو حضرتك بتكلمني؟ امال بكلم مين؟ انا استقعنا كده فكرتك بتكلمني في النوض عيل. انت مال صوتك عامل كده ليه؟ الفنج مقصفر. الفنج مقصر يعني. الدكتور قال لي هيقعد بتاع حوالي يعني 9-6 سنين كده يعني. ايه ده؟ انت ساكنه في القناطر الخارجيه؟ استنى ونبى مدمازيل. استنى استنى. لا هو المكان ده غويط. انا هطلع اخد شاور بتاعي قبل ما تستريح. نعم هطلع اخد شاور بتاعي قبل ما تستريح. لا خد شان ضربه. ايه بقول الشمس اللي منوره الدنيا دي. الليل اللي هاجم ده مبسوط بطبق او قفلة من قفلة لجنة. كلهم سألوا عليك في المستشفى. والله دول كلهم ليك حق تفتخر بيهم. انا نفسي لما بقف قدامهم بحس ان انا I'm so proud. اكيد انت كمان so proud of them صح؟ نعم يعني هما اكيد ان ولود حلال يعني. هما مين دول؟ دي العيلة يا رياض. لا 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 عوي لا لا عوي الحمد لله. معلش ما خدتش العملية. معلش انا عارف العملية يعني. بالظبط هي العملية صعب متأثرة بيها انا. بس انت عارفة يعني فترة هتعدي. طب هما يعني هما ملمومين كده ليه؟ ده انكل مازن. فين بقى ده مازن. ده انكل مازن. مع مين؟ نعم لسه واخد رتبة لواء نصب وحتيل. حديد وشاهد رتبة ايه؟ نصب وحتيل. هو نصب يا لواء سواد يعني. طب ومين التاني اللازمة ده اللي هو واخد شيكولاتة كتير ده؟ ده انكل توفيق. توفيق؟ لا والله واخد حتة مخدرات. يا لهوي وازاي ده اخد ده والتاني ابو صباع طباشير ده عارف انا ده. لما كان بقه بايظ الحمد لله دلوقتي مبقاش فيه. ادهم بيع التليفون. ايوه ادهم دي. انت فين؟ ادهم بيع ده خلاص. انا هعترف. انا فاضل لي 5 دقايق وهعترف. اثبت. انت دلوقتي رياض باشا. لازم تتعامل على انك رياض باشا. بص ايدك لسه معرفاني على عيلة دلوقتي كلها رتب فضلهم جزعة ساكر واعلان الحرب. بص ايدك تعالى خدني من البلة دي. لو زنقت في اي سؤال اطلع منه باي حجة وانا من نجمة هكون عندك. ماشي.